أنواع الأجسام. هنالك أربعة أنواع للأجسام. أولاً الأجسام الدهنية، ثانياً الأجسام الإسفنجية، ثالثاً الأجسام العضلية، رابعاً الأجسام الصخرية. و70% من وزن الدم ماء، و70% من وزن العضل ماء. اليوم حلقتنا هتتناول عدة مواضيع مختلفة، مع العلم أنه الحلقة ماذا نحضر لها؟ لا ورقة لا قلم، الحلقة لايف، يعني من أرض الحدث. الحلقة اليوم حتتحدث عن شيء مهم، هي طبيعة الأجسام. هنا أكو عدة مدارس كلها صحيحة. المدرسة الأمريكية تقول لك 3 أنواع من الأجسام، المدرسة الروسية تقول 4، والمدرسة الروسية تمتاز بالشمولية أكثر. فهنا 4 طبائع عندك: طبيعة الإسفنجية، وطبيعة أولا الدهنية، 2 إسفنجية، 3 عضلية، 4 صخرية. أعيد: دهنية، إسفنجية، عضلية، صخرية. هاي 4 طبائع للجسم. مثل ما نعرف هذا الموضوع على مود الليمفي، احنا لازم نذكر انه 70% من وزن العضلة هو مي، 70% من وزن الدم هو مي. المي الخارج او المي زيادة، الدم فل، العضلة فل، الزيادة يكون بين العضلة وبين الجلد، هذا المي الموجود. فهنا حتفرق الطبائع بتخزين المي. هنا نريد نحكي بالبداية على شيء مهم جدا على سبيل المي، نطلع عن الموضوع كنثبت انه احنا موضوعنا مو بس للكمال اجسام ولا الفتنس، لغير الرياضيين هواية عندنا احنا بالعراق بالدول العربية. بيقول لك انا زي ابويا ما يطلع لي كرش، اوكي. هاي تقول لك انا زي امي بتطلع لي منها زوائد، هذا انا انصح. هاي كلها حالة نفسية. لازم نعرف انه المي هو يمثل الحياة. طبعا وحنحكي عن المي انه شو وقت نشربه، واكو يقول لك 6 لتر 10 لتر، لا. هنا على سبيل المي هسه نسأل سؤال: لو جبنا بركة مي حفرنا حفرة وخلينا بيها مي مدة شهر، ايش حيصير؟ حيصير عبارة عن مركز الجراثيم والأوبئة والأمراض، والريحة نتنة جدا وعفنة جدا. هذا الشخص اللي ما يلعب رياضة، الشخص اللي ما يلعب رياضة مثل حشاء هاي البركة. احنا نحكي عن المي، حتى تشوف تعرقه، اتحدى حتى من يتعرق رائحة ابد مو طيبة. 2 عندي من اهم هاي الشغلات انه جسمي نسبة المي بي هذه المتعفنة ممكن انه امرض في اي وقت. لذلك هسه من نجي على الشخص الرياضي او الشخص اللي يشتغل كعمالة، يشتغل اي شيء، انه بي جهد، حتى المرأة بالبيت من تكون جهدها منظم، هذا او الرياضة هذا عبارة عن مي، نهر جاري. عمر النهر الجاري ما بي اوبئة، وعمر النهر الجاري ريحته طيبة. اكو ناس حتقول لك بي سمش، لا احنا نقول المي الجاري فقط، اوكي. هاي نريد نفهمها. هنا نفهم قبل ما ندخل بالطبائع انه المي شلون يتخزن بجسمنا. هنا نظرية ما نختلف فيها 2، كل جرام كربوهيدرات يدخل العضلة يخزن 3 جرام مي. هذا بيسك، هذا اساس. اعيد: كل 1 جرام كربوهيدرات يوصل لجسمي، او نفصل انه كربوهيدرات ذرة كربون تصل من الجسم الى العضلات تخزن 3 جرام مي. هنا هذا البيسك الاساس، بس الطبائع تختلف تخزين المي. الدهني يخزن اكثر، الاسفنجي اقل، عضلي اقل، الصخري اقل، وهسه حندي نشرحها. هذا الاختلاف هو اللي بين انه واحد يقول لك انا اعرق الثاني ما اعرق، لا، هي حسب طبيعتك. هذا اللي بين انه انت كمدرب من تدخل ساونا، من تدخل انت كمدرب ساونا او متدرب، لازم تعرف تفرق بين الطبائع، تعطي كل واحد وقته وتعطي كل واحد نسبة المي. هنا حنجي على موضوع الاختلاف بين الاربع طبائع. اول شيء الدهني، احنا قلنا القاعدة كل واحد كربوهيدرات يخزن 3 جرام مي، وحنحكي بالموضوع الجاي انه وين ينوجد الكربوهيدرات. هنا الكربوهيدرات يبين لك انه هسه انا العب حديد ضخم، اترك بعد شهر ينزل، العب شهرين يرجع. ليش؟ لانه هسه من العب اني رياضه نسبه طلب العضلات بالتمرين، نفهمها بطريقه مبسطه. هسه دا اتمرن البايسبس طلبت 10 جرام مي. ليش؟ لان انا دا اتمرن 10 جرام العفو كربوهيدرات، صعدت من المعده 10 كربوهيدرات الى العضله، العضله ايش قد تخزن؟ 30 جرام مي. اعيد: 30 جرام مي. اوكي، هسه تركت باكر
العضلة ما بيها أي أداء أي حركة حتطلب 2 جرام مي، 2 جرام كربوهيدرات. 2 جرام كربوهيدرات شو تخزن؟ تخزن 6 مي. 6 مي. زين أنا شفت 30 مي وهسه 6 مي، فإذا نزل الحجم. فبمجرد أرجع ألعب رياضة مرة اللخ أو أتنشط حتطلب قلنا العضلات الجهد، من وراء الجهد حتطلب العضلات الكربوهيدرات تصعد تخزن مي يرجع حجمي الطبيعي، فماكو أي مشكلة بالحجم أثناء الترك. هنا نجي شنو الفوارق بين الطواعي. الطبيعة الدهني طبعا هاي طبيعة جيناتك وراثية، يورث انه هو دهني، يورث عضلي ويورث سفنجي عضلي صخري. اوكي هنا احنا عندنا القاعدة كل واحد جرام يوصل العضلة تخزن 3 جرام مي، هذه تضرب ولا تقاس، تضرب ولا تقاس. هنا ممكن انه انا طبيعتي الوراثية انه دهني، كل واحد جرام يخزن لي 8 مي، وممكن العضلي كل واحد جرام يخزن له 5 مي، وممكن السفنجي العفو 1 لـ 5، العضلي من 1 لـ 3، لان اكثر البحوث على الناس رياضيين فتوقعات انه من 1 لـ 3، الصخري من 1 لـ 1 او 1 لـ 2. فمنو اقلهم مي؟ الصخري. منو اكثرهم مي؟ الدهني. هنا عندي طبيعه الدهنيه وطبيعه الاسفنجيه، اذا تلاحظون دائما يصيبهم مرض الضغط لان عندهم مي زياده، فاذا ما لعب رياضه اذا ما ذب المي زياده عنده مرض الضغط. زين عندنا العضلي والصخري عندهم مي قليل دائما، لذلك الله يبعدهم، بس اكثر مشاكلهم جلطات، جلطه. اوكي هنا نجي على المزاجيات حتى تتحكم في مزاجياتنا. مزاجيه الدهني والاسفنجي دائما اكو مي اكو ضغط تلقيه عصبي دائما. العضلي والدهني ما تلقيه عصبي، تلقيه هادئ، بس اذا عصب مشكله عظمى، هنا تبدي حالات الجلطه، هنا تبدي المصايب. وهنا حنبين حتى على مجال استعمال الهرمونات. انا عندي شخص دهني او اسفنجي، اوكي؟ وعندي شخص عضلي او صخري، ما يصير انطيهم نفس الهرمون، ما يصير، ليش؟ مثلا عندنا هرمون خلينا نقول التستيرون الانثيت، اكثر شيء سواء حبوب سواء ابر اكثر شيء يخزن مي بالجسم، هو مشكلته تحبيس المي، الاندروليك، التستيرون الحب، الانثيت كله. فمن انطيه مثلا اجيب دهني انطيه واجيب عضلي، الدهني حيزيد 10 كيلو، العضلي حيزيد كيلو. زين هاي العشرة كيلو انت يا مدرب او انت يا لاعب من اخذتها ما تحسب حسابه انه في اي لحظه يضربك الضغط، وهاي من مسببات الوفاه همينه. شخص مثلا عضلي اجيت انثيت ضغطته الى ان ما اشوف غير على غفله سبب له حالات الوفاه المفاجئ، افحص يطلع جلطه، افحص ضغط عالي، افحص. فاحنا نريد نفرق دائما، نفرق بتمرينهم، نفرق جدا بتمرينهم. يعني مثلا اخذ الصخري، الصخري عنده مشكله، الصخري ايام الدايت من تكمشه دايت وتشيل الكربوهيدرات، يعني قللت المي، تخفف للملح، قللت المي، 70% من وزن العضلات مي، حينزل لل 40%، ترتفع درجة الحرارة، شوفه بس أخذ بنج بريس طق الصدر، أخذ بايسبس انقطع البايسبس. هذه من جدا مهمة، إنه لازم الفروق الشخصية على مجال التمرين، على مجال الدايت، على مجال الهرمون. لأول مرة إحنا قلنا نحكي على الهرمون على الحالات الخطرة، فأنا لازم أفرق. مو والله ادخل على الانترنت القي فلان تمرين هذا الك وهذا الك، يعني احنا دا نشوف انه ندخل للجمات المدرب كاتب اللاعب نفس ما كاتب ال20 لاعب، لا فوارق. وهنا حتى على مجال السبلمنت، على مجال السبلمنت لازم نحسب انه مثلا نشوف السبلمنت نسبه الصوديوم 600، اوكي زين هو دهني، نسبه مو الاملاح هم تخزن مي، نسبه 600 انا منطيه هو فل كربوهيدرات، شو ترجع؟ حشوفه غير صار بلك، بعد فترة يتنفخ الوجه، بعد فترة ما أشوفه غير أنه إلى رحمة الله. يابا ليش راح؟ من وراء ضغط المي. ليش؟ لأنه أخذ سبلمنت غلط، أخذ هرمون غلط، أخذ تمرين غلط، كمية الكربوهيدرات غلط. فلذلك هاي الطبايا أرجو من الجميع بالبرنامج يحفظها على مود للمستقبل. من نقول دهني، من نقول اسفنجي، من نقول عضلي، من نقول صخري، كل الناس عندها علم شنو الفوارق بيناتهم. عندنا مثلا نجي على بعض الانواع من الدايت اللي هو اتكنز. اتكنز اللي يتحدث انه الهاي بروتين، كميه بروتين عالي مع شويه دهون،
ويبتعد عن الكربوهيدرات. اوكي سويها، بس على منو؟ حس اذا اسويها اني على شخص ممكن اسفنجي ممكن تنجح، بس هي طبعا ابدا طريقه مو علميه وطريقه انتحار، انتحار بطيء. هذا الأتكنز انه اعتمد دائما نروح على المدرب يقول له اكل دجاج واكل سلطات وكذا ويبعد عن الكربوهيدرات وينزل نسبه المي. ممكن الدهني يتحملها، ممكن الاسفنجي، ولكن العضلي ما يتحملها والصخري ابد ما يتحملها. يعني الصخري هو اصلا عنده قله تخزين للكربوهيدرات، عنده كل واحد كربوهيدرات قلنا يمكن يوصل لواحد جرام مي او اثنين جرام مي. زين اني حنطيه مثلا لحم، اوكي ماكو كربوهيدرات، حنطيه دهن، الدهن يراد لاربع لخمس ساعات مثلا حسب طبيعه معدته. هنا من اربع لخمس ساعات اقعد انتظر الكربوهيدرات دا يجي دا يوصل العضله على مود شي يصير دا تخزن مي. هنا ممكن انه العضله بس اجي على الكربوهيدرات اثناء النوم، من يوصل بالليل الكربوهيدرات حيسحب مين؟ اكيد حيسحب من الدم بعمليه النفوذيه من الضغط العالي للضغط الواطي. هنا حتبدي تلعب بنسبه المي بالدم ومما يسبب جلطات كثير. هنا حندخل على موضوع ونشبكه ويا هذه على سبيل المثال على الطبايع اللي حكيناها، هو موضوع التغذيه. موضوع التغذيه حيكون عده برامج، عده حلقات، بس احنا بالبدايه حننطي البيسك، ما حنتعمق هوايه على مود كمشاهد تفهم بابسط طريقه، ونبديها بالتغذيه. التغذيه حسب فصيله الدم. تتم التغذيه حسب فصيله الدم، فصيلة الدم O، فصيلة الدم B، فصيلة الدم A، فصيلة الدم AB. التغذية حياخذ من عندنا عدة برامج. التغذية بالبداية حننطي بيسك مبسط أساسي على مود نفهم احنا بالبداية ردود أفعالكم ومن ثم ستيب باي ستيب. أهم شيء بالتغذية اكو بحوث واكو نظريات واكو أساس، اكو واحد زائد واحد ما يلعب فيه، هاي اثنين ما ممكن يجي واحد يقول ثلاثة. بس اكو بحوث، اكو بحث. ارجو من كل كمال الاجسام ومن كل الابطال ومن كل جماعه الفتنس المتسابقين ومن الناس اللي تلعب رياضه، انه بالبدايه التغذيه تقسم على نوع الدم. اكو ناس يقول لك لا ماكو هيك حكي، لا اكو هيك حكي. ابحث انت، ابحث، ابحث على اهلك. هسه حطيك عده حالات ابحثها ومن ثم امن فيها، واذا ما صارت لا تامن فيها، بس جربها. بالبدايه نحكي بصوره مبسطه، اول الخليقه انخلق الدم او، الدم او سواء بوزيتيف او نيجاتيف. الدم الاو من انخلق الانسان كان يعتمد على الصيد، يصيد الحيوانات، اللحوم الحمراء الكذا، فلذلك تشوف مثلا الاو كل جميع اللحوم مسموح له، جميع اللحوم مسموح له. ومن ثم تطور الى فصيله بي. البي من تعلم الانسان يدجن، يدجن الخروف، يحلبه حليب لبن، طلع البي. بس البي يختلف اكله عن الاو، وطلعت بعدين الاي بوزيتيف نيجاتيف الى اخر شيء طلع الاي بي. الاي بي طلع قبل 700 حوالي تقريبا 700 سنه. فهل تتوقع انت فصائل الدم هو بس دم ناقل؟ لا. انت اذا شوف هسه تقدرون تدخلون على قائمه بالجوجل، بس كتبوا فصيلة دم، اكتب فصيلة او كتبي فصيلة دمج مثلا او او بي، خلينا نحكي مثلا على البي، اكتبي بي وادخل على طبيب.com. رائع هذا الموقع، ينطي برنامج، ينطي برنامج شلون. هسه انا خلينا نقول بي، انت او، انت جميع اللحوم، اني بي. الدجاج ما استفاد منه نهائي على مجال بحوث لمدة سنوات. انا اسوي اجيب البطل اللي هو شنو بي، الدجاج ما يستقبله. اخر يومين من السباق اللي هم البادي بيلدر يبين عليهم فعل ورد فعل سريع اخر ايام، انطي نص جسمه يروح، يختفي جسمه. ليش؟ لان هذا البروتين ما مصمم معدته على هضم هذا الشيء. يعني الدجاج انت ابو الاو يقعد عندك بمعدتك خلينا نقول ساعتين ينهضم او ثلاث ساعات ينهضم، يعني ست ساعات ما هضمه. هذا التخمر بالمعده هو اللي يصعد لي الدهون، تخمر بالمعدة. أهم شيء المعدة، هي المعدة أساس الجسم، أساس كل الأمراض. هسه إحنا عندنا الحديث عن الرسول إنه بيت الداء المعدة، ناس فهمتها غلط. وقت الأكل، كمية الأكل، نوعية الأكل، كمية الأكل ونوعية الأكل ووقت الأكل يا أخي.
لكل شخص تختلف. نظم أكلك يومي بنفس الساعة، الكمية خلي تكون معقولة على وزنك والنوعية. هذا حيسبب لنا كثير شغلات عظيمة في حياتنا. وقلنا احنا يعني انا كشخص على مجال 17 سنة وانا اختبر هذا الشيء. يعني مثلا مكتوب للأو انه البرتقال مزين، زين احنا من صغار اكل برتقال فيتامين سي، يا حبيبي فيتامين سي هذا مثلا اي الي لا، زين هذا الفيتامين سي اللي انت جايب لي اياه توكلني اياه ومدى تثقفني، انا مثلا ما اكل دجاج، الفيتامين سي مالتك حيسوي تخمر بالمعدة، بدل ما اهضم ساعتين حقعد 6 ساعات، هنا حتصعد الدهون، هنا حتنتهي كل شيء. فلذلك كل شخص حيقول او يستهزئ بهاي المعلومة خلي يروح يجربها. نحكي شغلة مهمة، انت كرياضي لامك ابوك للكل، هسا احنا اكثر شعب، الشعب العربي اكثر شعب بالعالم نقول قولون عصبي، كأنه احنا العصبيين الوحيدين واوروبا هادئين وما عندهم اي مشاكل. قولون عصبي ضربني بال30 وضربني بال25، فعلا اكو قولون عصبي، هذا الدكتور المختص هذا، بس اكو قسم مو عصبي، اكو قسم من قلنا انه وقت الاكل اختياره كان خاطئ لمدة مثلا 20 سنة، 25 30 تتحمل، 35 ما تتحمل، 40 ابد المعدة ما تتحمل، لان كل استهلاكاته بالوقت خطأ وبالكمية وبالنوعية. فان انا عندي مثلا الفلفل الاسود، فلفل الاسود على فصيلة دمي ما يوالمني، واخذ فلفل اسود على بقول لك روح وما شنو اكله نوع عراقية سواء تشريب ما نقدر شيل الاسود، اسود ما يراملك، طماطم ما تراملك مثلا، كل واحد على صنف دمه. من اخليها هاي وعمري 35 و40 معدتي بعد والقولون ما تتحملها، ما تتحمل هذا الشيء فيصير هياج للقولون. انصح كل شخص يقول انه قولون وقولون وهاي انه القولون العصبي، معقول 80%؟ الله بالينا احنا وحيدين بالعالم بالقولون العصبي؟ لا، جرب 4 ايام مو هوايه، 4 ايام اكل بالوقت المناسب والنوعيه على دمك، وانطيني اكتب لي انه انا على خطأ. مو مسألة تحدي، لا، اذا انا حكون على خطأ فلذلك الطب اولى انه تروح له، ولكن ثقوا واعتقدوا، حالات مرت لسنوات كل ما اغير اكل شخص يقول لي اذا انا ما كان عندي قولون عصبي. فلذلك عندي القولون العصبي، عندي القرحة، عندي امراض كلش هواية. وهنا وين تبين عندنا؟ تبين بالكمال اجسام. كمال اجسام تجيبه اخر 3 ايام كل شيء ما عنده، معدته مصفوطه وحلو يخبل، يجي المدرب ما يقول له صنف دمك ولا يعرف، يقول له اكل بوتيتا، يطلع واحد ابو البوتيتا تنفخه، ليش؟ لان 6 7 ساعات ما تتهضم، دوره دمويه هنا، يهبط جسمه كله، اي تهضيم ماكو، قولون نفخه، النفخه والقولون والهيجان يعني دوره دمويه هنا مو بالعضلات، فتشوفه انتهى، فيقول لك والله ما اعرف. اما هسه احنا مثلا عندنا بالعراق او اغلب الدول العربيه يجون كلهم نسخ، شوفان، حليب، موز، هذول المخترعين مال طلع لي جوز وموز كلها خرابيط، اكل على صنف دمك وتفرج. يعني كل ما اشوف بالفيس خلطه اروح اخلطها وهي بالنسبه لي مناسبه؟ حتى على مجال اكلاتنا، يعني شوف الاسيويين اللي يعتمدون مثلا تمن وكذا، تمن صحتهم افضل من عندنا بهوايه، شوف اصناف دمهم، شوف اغلبيتهم. اما احنا عندنا خربطه تفوق، اكله واحده نستعمل 6600 نوع بهارات، اكله واحده نستعمل 300 نوع خضره، ونتبارى في هذا الشيء. زين هل تعلم انه انت كمدرب، لاحظها وياي، كل جماعه الاو اول ما يجوك ضخمين، فتقول جينات؟ لا، هي دمه او عنده قابليه للحوم، فمن ياكل دجاج، ياكل سمك، ياكل احمر، اجل كذا تشوفه ضخم. تباوع على واحد يتدرب يا حرام، يجي يقول لي كابتن صار لي 2 سنين اتدرب ما عندي عضلات، اقول له شنو صنف دمك؟ يطلع صنف دمه ياكل بس دجاج، وهو يكره الدجاج ورايح على اللحم، مين يسوي عضلات؟ ولا ممكن. فلذلك انصح كل شخص قبل ما نبدي بموضوع التغذيه، كل شخص خلي يبحث. انت مضخمت، هذا حل، روح، ما اقول لك هوايه، 4 ايام ابو الاو اكل بس لحم، انت ابو الاي اكل بس صنفك، 4 ايام شوف الوزن شلون يختلف، حتى على مجال الكوليسترول وعلى مجال الامراض الاخرى. جربنا تجربه كلش هوايه، واحد عنده مثلا زياده، يروح الدكتور معين، مع احتراماتي لهم كلهم افهم مني، يروح يقول له مثلا ابتعد عن اللحم، زين مو هو وين يروح؟
وين يودي؟ مثلا بي هو لحم احمر، وين يروح الدجاج؟ يصعد عندما ينزل، لا خلي ياكل صنفه الا ينزل. وهذا يبين لي آلام المفاصل، هذا يبين لي ضغط الدم، هذا يبين لي السكري الكوليسترول بشكل عام. وان شاء الله نجرب سوى وان شاء الله تشوفون النتائج وننتظر ردود الافعال. واحنا قلنا هي التغذيه والهاي دراسات، هاي مو معناها انه كابتن بسام قال خلاص، لا دراسات، دورك ابحث، ممكن اطلع غلطان، بس انا مثلا قرات البحث، حبيت البحث، قرات تعمقت بالفسيولوجي، حاولت اجرب، التجربه طويله. والتجربه عندي في يوم من الايام لو حابين اجيب لكم شخص او خليه يطلع بالتلفزيون يقول لي انا الشخص هيك هيك، بس يغير اكله 10 ايام شوف وزنه مثلا يصعد. دائما اهل الاومن يروحون، يعني عفوا اهل البي، البي بالذات من يروحون دجاج دجاج ينزلون، نطيهم لحم احمر يومين بالثالث الوزن طلع. هاي للمصل. اما للقوه وللسرعه كلها بيت الداء المعده. واكو شغله بالليل من انام عمود، يعني عشان عمليه الريكفري اعاده البناء اصرف سعرات عاليه جدا. اول ما اقعد من النوم زيرو. عندي السعرات صفر، السكر صفر، او ذره الكربون عندي باشكاله سواء اي تي بي دم جليكوجين صفر. اسرع طاقه متعارف عليها هو السكر الاحادي او سامبل شوجر اللي هو قلنا C6H12O6. هذا بعد اكله بزياده نص ساعه يكون واصل. وين يوصل؟ يوصل للدم، يوصل للعين، يوصل لعضلات اللا اراديه، للقلب، للمعده، كل الجسم يوصل. يوصل يطلق هرمون يسموه هرمون السعاده، او نفسه هرمون تدليل الالام ما يعادل اقوى من المورفين. فتوقع شخص ياكل سكر احادي، اوكي؟ ايش حيصير؟ حيكون الام ماكو، مبتسم، حتلاقيه بنفس الوقت كفاءة معدتي مثلا 1000 سي سي، خلينا نقول مثلا حتصير 3000. فمن اجي بعد نص ساعة اتريق، لو الريوق حيقعد ساعة حيقعد نص ساعة من موجود السكر الاحادي. وننصح احنا قبل كل وجبة تنشيط للمعدة انه ناكل حبة فواكه او ربع يحددها المدرب. عكس ما نشوفه انه احنا دائما الفواكه نروح نقدم البرياني، نقدم الاكل وبعدين نصلخه للضيف فواكه، بعدين كنافه، بعدين بيبسي، تقول انتحاري جاي عندنا. لا، دائما خلنا نعرف اي اكل، اي اكل قبل فواكه ممتاز جدا في عمليه الامتصاص وعمليه الهضم. اي اكل بعد فواكه تخمير المعده، تتخمر المعده اللي بساعة يصير بساعتين وثلاثة، هنا حتبدي الأمراض. المعدة مثلا أني أجي أكلت أكلي وخلصته كرياضة وغير رياضي، أجي أكلت وأكلت تفاح، المفروض بعد ساعتين مثلا أجي للجيم أمارس مثلا لعبتي أو أطلع أشتغل، هنا ماكو. من أخذ الفواكه كل الدورة الدموية وين تجي؟ على المعدة. فمن أجي أرد أفكر ماكو، أجي أريد أتنشط ماكو، نسبة الأكسجين وين؟ على المعدة، يقل بالدماغ. فلذاك تشوف واحد حتى يتثاوب، وهذا اللي يصير عندنا برمضان. برمضان أول ما يقولون كأنه انتحارين ديناصورات، نبدي نقلب نجيب وبعدين الفواكه. لا، هي بالأصل نفس الصبح أبديها بسكر أحادي فواكه، أروح بعد نص ساعة أو ثلث ساعة اللي هي أدي صلاتي أو whatever، بعدها ابدي اكل اشعر بالنشاط واخذ كفايتي. اما ابدي اكل 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 فواكه، لا تلاقيني انتهيت. وهاي حنرصد احنا هواية اخطاء على التغذيه. يعني حنلاحظ انا وياكم نشوف وين اكو غلط، نقول واحد اثنين ثلاثه. يعني مثلا عندك المي، حيرونا بالمي، واحد يطلع يقول 6 لتر، واحد 3 لتر، واحد 2 لتر، واحد يقول لك اذا ما عطشان لا تشرب. زين، هسه وين من هاي؟ هنا حيبين الطبايع الاسفنجي والعضلي والول. الاسفنجي دائما يطلب مي اكثر، يفقد مي اكثر يطلب مي اكثر. الدهني همين نفس الشيء، العضلي ما يشرب مي، قليل شربه للمي. ليش؟ لان هو اصلا ما يعرق، والصخري ما يستخدم مثل كدهنك. فهاي الفوارق هنا ما اقدر احدد. انا اقول له تعال اشرب 6 مي، هل من المعلوم؟ فد ملاحظه مهمه انه زياده المي، زياده شرب المي يتخزن بال
المنطقة السفلية للجسم، النصف الأسفل للجسم، وهذا من ما يتعب الكلوي ويسوي فشل كلوي. فهنا احتارينا نرجع شلون نحل مسألة المي. مسألة المي أفضل طريقة إنه ما أسمع هذول اللي يحكون أربع قلاصات مي حار وقلاصين مي، كأنه يعني أحس نفسي مثل الماكينة أقعد أشرب مي حار ومي بارد دوخونة. لا، أفضل شيء أول ما أقعد أحللها، أول ما أقعد لتر مي، قلاصين، ثلاث قلاصات، حسب أنت عطشان اشرب، مو عطشان لا تشرب، بس الصبح لازم تفتح ريقك بمي. أنا مثلا طبيعتي أنه أخزن مي هواية ودهني، أشرب أربعة، عندي قابلية أشرب بس ما أخصب نفسي، ما أتعب الكلى. فهنا أفضل طريقة أشرب مي الصبح. ليش أشرب مي الصبح؟ بالليل أنا ونايم حلم يزعجني، صوت يزعجني، أكلة متخمرة، الجو المعدة حامضي، الجو أقعد مثلا حامضي، المي يقلل من حموضة المعدة، والمي بنفس الوقت حتى لو معدتي مو حامضية من أشرب المي يصير قلوي، يعني يعادل جو المعدة، فمن يجي الأكل يتقبله ويصير امتصاص. بس هذه مجرد المي. أما عندنا مثلا المي على مجال هاي يعني نمتنع منه انه 6 لتر و5 لتر، لا ما يصير انت تشرب وانت مو عطشان. بس عموما احسبها لازم اقل شيء اشرب من 2 ل 3 لتر، ل 3 لتر للدهني وممكن 2 للعضلي او الصخري. فهنا الفوارق ما اقدر اقول لك اشرب 6 ولا اقدر، بس المفروض اكو كان مثل بالعراق جميل يقول لك اكل الرجال على قد افعالها، اؤمن فيه جدا. اليوم اشتغلت اكل، يوم ما اشتغلت ما اكل. يعني هسه اني طالع الشغل وانا طبيعه شغلي اني سفنجي واعرق هواي، طبيعه شغلي فيها تعرق، ليش ما اشرب مي؟ ضروري اشرب مي، كل شويه اشرب مي، كل ما اعرق اشرب اعوض، لان مشكله عظمى عدم وجود المي. فهنا كل واحد على قد أفعاله يشرب المي، كل واحد على طبيعته يشرب المي. لا تشرب 6 لا تروح الكلى تتلف، ولا تشرب 1 وتقول أنا طبيعتي ما أشرب مي. لازم أعرف مقداري، كل شخص دكتور نفسه. فلذلك نعوف من هاي وندخل هسه في موضوع التغذية بصورة عامة. التغذية، تتم التغذية عن طريق البروتينات، الكربوهيدرات أو الخضار أو الزيوت. موضوع التغذية بده 10 مجلدات، بده 20 حلقة وما نكملها، ولكن البساطة مهمة جدا، حنبسطها. ليش؟ لأن أنا ما عندي بالنسبة إلي يعني علماء ولا دخرج ولا أنا عالم ولا، ناخذها ببساطة لأن إحنا اللي تفيدنا بساطتها صعوبتها ويطلع لنا واحد يعلق والأي تي بي لا، ببساطة نفهمها. الغذاء وأنواعه وكذا، انه احنا اللي دائما اللي يزيد وزننا الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي ذره السي بالكيمياء. مثلا قلنا سبق في الحلقه سي 6 ست ذرات كربون، هذه اتش 2 مثلا اتش 12 او 2، هاي ذرات ماء. هنا تم عمليه الهدرجه ويحتاج اكسجين، كلها ما نريد ندخل فيها. احنا اللي يهمنا شنو؟ انه هل العسل يسمن؟ اي. هل التمر زياده سمن؟ اي. كل ذرة كربون ما يعني ما يحرقها جسمي معرض انه تروح عندي دهون. الرمان اي اوكي، هذا يسموه ببساطة السامبل شوغر او السكر الاحادي. خلينا نقول السكر الثنائي او نحكي بالنشويات اللي هي C2H4O2. هذا المركب هم يعني وجود C4 او C2، هذه المركبات موجودة بالتمن، بالرز، موجودة بالخبز، بالطحين، با 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 إلى آخره، بالنشويات. الزيادة عن حاجتي وين؟ تتخزن على شكل دهون. وعندي السكر أو ذرة الكربون الموجودة وين؟ موجودة بالدهون C12 كذا. هذه همين الزيادة وين تتخزن؟ عندي على شكل دهون. بس شنو الفوارق؟ التمر، التفاح، الفواكه كلها، العسل، توصلني بنص ساعة. أوكي، الثاني من الكربوهيدرات اللي هي الثنائية أو الصعبة، أو الثاني توصلني بعد ساعتين، التمن، البوتيتا إلى آخره توصلني بساعتين، الدهون بعد 4 ساعات. هاي إذا المعدة سليمة.
إذا المعدة سليمة. فهذا الفوارق الكربوهيدرات بوقت تحليلها عمليات أيض غذائي بوقت امتصاصها تختلف من إلى. يعني ممكن آكل لتفاحة أتفرج فيلم أصرفها، بس إذا آكل مثلا كمية من الدهون لي أو أي نوع من الدهون عباد الشمس كذا وأنام يراد لي 4 ساعات، لا 5 ساعات، وتصير التخمة والإزعاج بالنوم وإلى آخره، ممكن أنه تتكدس عندي على شكل دهون. فلذلك عندي فوارق بيناتهم مهمة جدا، الأحادي والثنائي والصعب. عندي فوارق الوصول زائد شغلة مهمة جدا، واحد يجي يقول لك أنا ما أريد دهون. ليش ما تريد دهون؟ ما هو الجسم محتاج الدهون، الدهون الحميدة والدهون اللي على فصيلة دمك أصلا تنزل الـ HD اللي هو خطر للجلطات، اللي هو يصفي الدم وهاي من الجلطات. فاحنا نحكي ببساطة، هسه أنا دا أدي أداء عضلي أو دا أمشي أي شيء، خلينا نقول أول ما دا أخذ مثلا كروس، عندي أنظمة بالدم، عندي الـ ATP ثنائي أدينوسين الفوسفات اللي هو موجود بالعضلة، وعندي بالدم، وعندي جلايكوجين الكبد، وعندي عدة عمليات من الجلوكوز وجلوكوز، عدة عمليات ما أريد أدوخ نفسي بيها. عندي شغلة، أول ما أبدي من 0 إلى 12 ثانية أو 0 إلى 6 ثواني حسب الاحتراف أو حسب الفيت أصرف الأحادي، خلنا نفهمها هيك. الثنائي أصرفه من 6، خلصت 6 حتبدي الطاقة الثانية تشتغل عندي من 6 إلى 12 أو أي وقت من 12 إلى ساعة الدهون. فإذا أنا محتاج الأحادي الثنائي الصعب، 3 محتاجين بالأداء الرياضي. ما يصير أبتعد أنا عن فد شيء اسمه دهون، هاي كرياضي عادي. كبادي بلدر ممكن أنه أبعد عن الدهون، ولكن لازم أنطي الدهون الحميدة كزيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكذا، أنطي مكسرات، لوز جوز، بس هم هنا اللوز والجوز على فصيلة الدم. ليش؟ لأن بحاجتها الجسم، بحاجة لثلاث طاقات الله خلقها، لازم ناخذها ثلاث طاقات. هنا حقول شون أنشف أو شون أتخلص من الدهون بكمية. مثلا أنا اليوم أخذت 1000 سعرة حرارية، 1000 سعرة حرارية أكلتها، حعيش مثلا ب1500 سعرة حرارية، أوكي صار عندي نقص 500 سعرة حرارية، يوم على يوم تبدي تنزل نسبة الدهون. فهنا حساب الأكل، فهنا في كل بساطة الوجبة لازم تتكون من الثلاثة، الكربوهيدرات لازم تكون من الفواكه، أقدر أخذها ما قبل الأكل مثل ما قلنا، وأقدر أخذ مثلا التمن أو الخبز أو الكذا حسب فصيلة دمي يجيني بعد ساعتين طاقة، وأخذ من الدهون حتى الدهون النباتية، أوكي، بس بمقدار ضئيل جدا، فتكون وجبتي متكاملة. أما إذا أروح مثلا على كمية دهن عالي بوقت خطأ، هنا حتتكون عندي نسبة دهون عالية. فلذلك أعيد، لازم عندي الثلاث طاقات مصادرها، ضروري جدا. هنا حيبقى إنه شلون أوزع الأكل. أكو هسه طالع موديل جديد ما يخالف الفسيولوجي، نعم يخالف فسيولوجية الجسم اللي خلقنا عليه، إنه يقول له بعد 4 بعد 5 صفر كربوهيدرات. أوكي حنحكي ليش غلط، أكبر غلط هاي يسويها الشخص. هسه هنا أنا عندي من ألعب رياضة وعندي طاقة تساعدني على حرق الدهون، إذا أحكيها بالخلايا بالميتوكوندريا لا يمكن حرق الدهون إلا بوجود ذرة الكربون، السكر اللي قلنا السي، إذا ما موجود ما يصير عندك احتراق بدورة كريبس، وأغلب الناس قارية دورة كريبس. زين بالليل شلون حمشي دورة كريبس وما عندي كربوهيدرات؟ أوكي هسه نظام الكارديو، حنجي بحلقات نشرح نظام الكارديو ما يحرق الدهون، نظام الفات بيرنر يحرق الدهون، نظام الكارديو يستخدم الـ ATP السكر الموجود خلنا نقول بالعضلة وبالدم وبالكبد، بعد 6 ساعات أو 5 ساعات أو 7 ساعات، 6 ساعات ححتاج نسبة كربوهيدرات عالية، لأن حيبدي الريكفري هنا ثورة عظمى. فتلاقيه كامش بالليل يفلتها أو يقعد بنص الليل جوعان من حقه. زين أنا إذا مثلا أبسط شيء دورة كريبس، أنا قطعته بالخمسة، هو مسوي بالأربعة كارديو، إذا 5 6 7 8 9 ساعة، بالتسعة بالليل حيحتاج الكربوهيدرات على مود يحرق دهون حسب نظرية كريبس. مين يجيب الكربوهيدرات وانت ما منطيه؟ مين حيجيبها؟ نهائيا ما حيجيبها. زين خلنا نقول بالتسعة وفرها من آخر وجبة، بالثنتين بالليل من ينام ده يسوي ريكفري، إعادة بناء الهداء الخلايا اللي هدمت، مو يراد طاقة مو يراد كربوهيدرات، مين يجيب؟
اسال نفسي منين يجيب؟ نهائيا ما حيجيبها الا من شغله، انه من البروتين، يكسر البروتين وحنشرحها. فاذا من الخطوره انه ما وزع الكربوهيدرات. ليش انا عندي كربوهيدرات الف، ليش ما وزعها اربع وجبات؟ ليش ما تكون واحده قبل ثلاث ساعات من النوم؟ على مود من انام يكون عندي كربوهيدرات، يكون عندي قوه احتراق. هسه انت ما انطيته، انطيته نسبه بروتين. خلينا نقول لاعب بادي بيلدر. زين وانت تدري تسوي له حجم والبروتين يسوي له حجم، حياخذ البروتين ككربوهيدرات، سوينا نزلت حجمه. اوكي، اذا شخص عادي، هسه انا شخص عادي، دا اتمرن عمري 45 50 سنه، بديت للتمرين، تجي انت تقول له لا تاخذ كربوهيدرات. ساعة بالوحدة، ساعة بالثنتين بالليل ماكو كربوهيدرات. مين اخذ من البروتين؟ طبعا البروتين اكو ناس فاهمة انه العضلة تقصها او تتغير الخلية نفسها وتتكون. لا، مخزون كل عضلة لها مخزون البروتين، من مخزون بروتينها يتحول الى كربوهيدرات، تتحول. طبعا عملية صعبة ومتعبة جدا للجسد. من اجى الكربوهيدرات وين اجى؟ للخلية، للعضلة. كل واحد كربوهيدرات يخزن ثلاثة مي. اوكي، شخص نايم مين حيجيب المي وكفايته؟ حيسحب مين؟ حيسحب من الدم، مهمة جدا، يسحب من الدم. قابلية يسموها النفوذية، من الضغط العالي للضغط الواطي. حيسحب الدم، مش حيصير 70%، جايز يصير 50% نسبة المي، إذا يزيد التجلطات، يزيد ضربات الجلطة بالنوم. وهاي هواية اكو راحة، ومو أبطال مشهورين، يسوي له هذا النظام، بعد شهر توفى. يقول لك ايه والله لا حول ولا قوة الا بالله. لا، الاخذ بالاسباب، انت من احد نظرياتك العلمية الفخمة الحديثة انه تبعد عن الكربوهيدرات هو اللي سبب له هذا الشيء. هذا اللي يبين بالكمال اجسام، يبين بالفتنس ايام الدايت، وهذه ينام بالليل يتوقع نفسه ما شاء الله دا ينشف، يقعد يقول سبحت بالعرق، مي مي ينقذف من جسمي. ليش دا ينقذف من جسمه؟ اسأل نفسك ليش دا ينقذف، على مود لا تنجلط. هاي وقاية جسم، دا يسوي وقاية، لأن سحبت من مي الجسم وارتفعت درجة الحرارة، على مود يعادل درجة الحرارة يبدي يطلع مي، على مود يبرد. فلذلك أنت كل واحد ينام بالليل وعرقان دير بالك من الجلطة، احذر حذاري من الجلطة. هنا البادي بيلدر فوقها يجي المدرب ينطيه هرمون. يعني عندنا هواية من العباقرة ينطي خمس أنواع مثلا تستيرون، انا ثيتو بروبينيت بس اسامي شركات. زين انا فل تستيرون، من دماغي حيطلع التستيرون. زين بالليل عندي عمليه الريكفري سريعه جباره، مين حجيب؟ حجيب منه بروتين. اوكي، زين بروتين صعد بقوه يسحب من الدم، خلص انجلط، صبح انجلط، او ماشي انجلط، او قاعد بقهوه يدخن وانجلط. ليش؟ لان انت يمكن انطيته خمس ست انواع على غذاء غلط، على اخر ايام اكو يصفر الكربوهيدرات. بس نريد نشير، انت من تقول له زيرو كارب، دخيلك منين يجيب المي؟ 70% من حجم العضلي مي، منين يجيبها؟ اذا انت روحت لعضلاته وانت خليت على شفا حفره من الجلطه. اوكي، واذا ما انجلط هسه حينجلط بال40 وبال50، انت قاعد يم اهلك ما تعرف، يقولوا لك انجلط، اي هذا كان لاعب عندي قبل 20 سنه. الاخذ بالاسباب اخي، الاخذ باسباب الموت. فهنا انت من تجي لازم تحسب، لازم تعرف هذا الشخص شنو، ايش قد انطي كربون. ماكو انسان يمنع من الكربوهيدرات، اكو مثل ما قلنا الوقت والكميه والنوعيه. انطي نوعيه وانطي كميه. يعني انا عندي الشخص 1000 كربوهيدرات، زين خلنا اقسمها خمس وجبات، شو يصير يعني؟ هسه انت فكر، انت اليوميه بدها تقتل لنا واحد بالعراق، انت اللي تقول صفر الكربوهيدرات. مين قريته؟ من مجله فليكس لو بادي بيلدر، مين قريته هاي المعلومه؟ دخلت على الفسيولوجي قريتها؟ اتحداك، عندي ابطال وابطال عالم ما ممكن يسوون هذا الشيء. ليش احنا بدنا نرجع لمعلومات الستين؟ اصلا مو معلومات الستين، اصلا المدرسه القديمه الاولد سكول كانت ضد هذا الشيء. ضد هذا الشيء، ابطال، طالب شهاب غيره غيره من العراق. يعني نحيي بطل العالم الفسخاني المصري، هذا بطل يعني حكى معي مرة، قال لي كابتن أنا قبل الطيارة أكلت زي ما أكلوا أهلي ورحت جبت بطولة العالم. إحنا ما نقول نفسه اللعبة طورت، أوكي، بس شوف وين كانت الثقافة أفضل من هسه. هسه يقول له اقطع كربوهيدرات. زين شلون اقطع كربوهيدرات؟ اقطع وبعدين هاي النظريات، ها تنشف وبعدين وتضغط، فالتصورات عباك في ترشي، عباك في أشياء غريبة. أخي احذر إنه تقطع كربوهيدرات، تريد تنشف بالكربوهيدرات تنشف.
بالكربوهيدرات تنشف. الأتكنز راحت ماتوا بيها هواية، سووها لممثلين هوليود، كانوا يعطوهم بروتين مع فات مع دهن، بس ما كانوا يؤدون أدائك أنت كبادي بيلدر أو فتنس أو بطل أو هاي، ممكن يكفيهم. بس أنا ما أجيب أتكنز وأقول له روح أكل لي بس دجاج وسلطات، زين منين يجيب الكربوهيدرات؟ زين منين يجيب الأملاح والمي تقطع عليه؟ يعني شون يعيش؟ بس رب العالمين دي يعيشهم. لا أنا واحد من الناس، من أطلع فلان بطل محترف ما قارن نفسي به، ما روح أجيب جدول الغذائي أخذه. زين أنت تعرف الأبطال أغلبهم اللي خلنا نقول كما يعني كمادة تسويقية إنه يسوق لصدور الدجاج، هل هو يأكلها؟ أتحداك هو ما يأكلها بس ده يسوقها، ومن يسوق فلان سبلمنت وكذا. مع العلم هسه اللي ده يخدمنا ومع الأسف السبلمنت، أنت من ما تأخذ كربوهيدرات من تشيل الكربوهيدرات السبلمنت بيه صوديوم هو اللي يخزن لك مي، بيه شوية كربوهيدرات هو اللي يخزن لك. زين ليش والأكل الطبيعي؟ الأكل الطبيعي الحرق دائما، أنا لازم في حرق دائم. فلذلك أدعوكم إلى شغلة، الكربوهيدرات نفسها اللي يعطيك إياها المدرب على وجبة، فإذا هاي الوجبة خل نقول إنه مثلا على سبيل المثال إحدى الدورات الحرق دورة كريبس، دورة كريبس مثل النار جداح أو شمعة، يصير أشغل الشمعة 3-4 ساعات وطفيها شمعة وحرق بيها الدهون، هيك نفهمها. يصير وجبة واحدة بالأربعة أخيرة بعد لا تأكل كربوهيدرات وبعد ما أحرق دهون، إيش ححرق؟ زين هاي الكربوهيدرات قلنا دورة كريبس، بس أفكر من خل نقول 9 بالليل إلى ثاني يوم إيش أحرق؟ خل أفكر أنا دائما، أنا كبطل بادي بيلدر 70% مي، زين شال لي الكربوهيدرات راح الحجم، زين شال لي كربوهيدرات راح احتراق الدهون. زين أنا من أجي أشحن كربوهيدرات عادة بالفتنس أو البادي بيلدر بعد الميزان، شنو حيدخل كربوهيدرات؟ حيرجع لي المي، حيبدي الحجم هنا حظ يا نصيب، لو صعد عليك المي هواية لو وسط لو هاي، فيبقى هو ها شو مسوي وهذا غلط. لا 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 لا، ليش ما عمل دوز ميزان من أول يوم لآخر يوم؟ أنت مدرب ليش ما تعمل له ميزان؟ أنت يا لاعب ليش ما عمل ميزان؟ حياتي أهم من البطولات، حياتي أهم من اللعبة كلها. فلذلك حلقاتنا الجاية حترصد هاي الأخطاء إن شاء الله، وأي خطأ ممكن أنه تعلمونا به إحنا مستعدين النشرة. ليش؟ لأن مثل ما قلنا الأولد سكول ما بيها موت، الأولد سكول صحة، الأولد سكول على مود صحتكم، على مود يكفينا يوميا نسمع واحد مات وبأي مكان وأي وقت، كلهم غالين علينا. شكرا. التغذية عند المرأة. تختلف التغذية عند المرأة بشكل كبير عن لاعب كمال الأجسام. عندنا من التغذية كمان ما نريد نشير بس الكمال أجسام، وهاي نريد نشوف شلون احنا خلطنا بين تغذية كمال الأجسام والفتنس وبين المرأة. أي مدرب كمال أجسام شفت أنا على صفحات يطلع وما عاجبه غيره وهم ينطي كمال أجسام للمرأة، أنت وين والكمال أجسام والمرأة وين؟ هذا المخلوق يختلف عن هذا المخلوق يعني جملة وتفصيلا، هذا تستيرون هذا استروجي، يعني كل شيء يفرق. ما يصير هسا احنا عندنا النسوان دي أخذنا كريم باترول، أنت من تأخذين كريم باترول ممكن ننزل، بس تعرفين شيء يسوي؟ أكيد لا، هاي حنشرحها بالهرمونات، بس نشرح مثلا بالأكل. تجي أنت حضرتك تطيها مثلا دجاج وسلطة مدة شهر، أوكي زين، كربوهيدرات منعتها، المرة مو مثل الرجال، قللت لها الاحتراق، انزيماتها كلها من فوق لي جوا ضربتها، على سبة شنو؟ على أساس شنو؟ على أساس هي بطل كمال أجسام؟ هل هي تملك نفس الكمال أجسام من الكتلة العضلية؟ هل هي استجابتها؟ هل هي أداة تستيرون مثلك للبناء؟ هل هي عندها الميتابوليزم عالي مثلك؟ هل تأدي مثلك؟ ليش تنطيها أكلك؟ بالعكس يعني شوف، المرأة اللي همنا فيها شعرها، أظافرها، جلدها، كل شيء، هذه المرأة تنطي كل العناصر، لأن أنت لا تنسى هاي المرأة مصممة إلى أنه تنجب، يعني ينخلق طفل في داخلها، أنت ما مصمم لهذا الشيء. فهاي التفرقة بالهرمونات، التفرقة بالغدد كلش أعظم من ما أنه كمال أجسام يكتب شلون ما يكتب البطلة يروح يكتب لها ويتفلسف. شفت وحنذكر أسماء متفلسفين عظماء، المرأة وما يعرفون يدربون، أنت تعرف تدرب المرأة؟ أنت أصلا تعرف فسيولوجية جسمها شلون مصممة
مصممة إلى أن ينخلق طفل في داخله، أنت ما مصمم ينخلق طفل في داخلك. إذا حساب الكربوهيدرات وجباتها، المرأة تريد تنزلها 3 وجبات أقل شيء كربوهيدرات، وتحسب على وزنها وعلى عمرها وعلى نوعية دمها وعلى معدتها. أبدا الخضار بالنسبة للفيتامين مهم جدا لشعرها لكل شيء. الفيتامينات بالأخص ما تجي من نوع ونوعين بروتين، ما تجي من نوع تقطعها من الفواكه. هذه المشكلة كلها تتعلق بالفيتامينات. فلذلك أرجو من اختصاص الكمال الأجسام ليستفتي بغير علم. هاي مرأة يعني مو بس الكمال الأجسام بدها تأثر على الكمال الأجسام، بدها تأثر على الفتنس. يعني عندنا أبو الفتنس نفسه دمجوه كمال أجسام وينطوه هرمون. لعد ليش فتنس أنت فدوى إذا هرمون وأكلك نفس البادي بيلدر؟ الفتنس من اسمه من بداية السنة لنهاية السنة، وحنشرحها بحلقات. صح ممكن هسه لحد الآن ما برمجة بتحكيم وأكو خربطة، بس الفتنس عدة مواصفات. فالمهم إحنا يهمنا المرأة، لا تردين على أي شخص غير العلم، ادخلي اقرئي. ما يصير، لازم أنت عندك حرق دائم، لأن أنت عندك عضلات قليلة والحرق قليل. هذا الحرق القليل شي يؤدي بيك؟ يؤدي بيك أنه تحتاجين كربوهيدرات نفس الشمعة اللي تحرق الدهون على مجال 24 ساعة، مو ساعة ولا ساعتين. ممكن هاي دائما أنه يشيل لك الكربوهيدرات ينزل الوزن. ليش؟ لأن كل واحد كربوهيدرات بالعضلة ايش قد يخزن؟ 3 مي. راح الكربوهيدرات راح المي، مو معناها أنه أنت نزلتي، لا، نزل وزن المي والدهن بعده ثابت. نزل وزن المي وكل غددك انضربت نهائي. غدة الثايروكسين إذا ما انطيتيها فيتامينها وما انطيتيها كل شيء وكربوهيدراتها تبدي تقل، من قلت يقل احتراق الدهون. الغدة النخامية، يعني هسه كل رياضة هي إيجابية، من الرياضة ماتوا أحسن بروفيسور بالعالم، أتوقع يمكن سويدي أو نمساوي، ماتوا هو يركض، هو كان بروفيسور بالركض. مو معناها حبنا للشيء يخلينا كل واحد عنده عضلات وجسم هو اللي يفتهم، وكل واحد قاعد عنده خبرة لا ما يفتهم. عندنا بالعراق مدربين، وحنذكر أسامي مدربين لهم باع طويل وأبطالنا، راحوا ركنوا على صفحة. ليش؟ والله ما عنده جسم، هذا مسوي لي هيك ومتخبل طالع لي فيديو ومتخبل بنفسه أو يجنن بنفسه بفيديوهات وادفع وهذه وتحفيزية. تحفيزية على شنو؟ تتحفز على شنو؟ وين علمك؟ اللي عندهم علم قاعدين، ومع الأسف نريد نشير لهم بالأولد سكول، هم الأصل. الوقاية خير من العلاج، هم ذولي أهل الوقاية، أحسن من علاج الدسونا إياه. مرة أضربها هرمون، مرة أقطع الكربوهيدرات، مرة أقولها لا تأخذين فواكه. ليش ما أعلم شنو تركيبة الفواكه؟ ليش ما أعلم شنو التراكيب الأخرى؟ كلها تركيبة واحدة. فلذلك حلقاتنا الجاية حتكون يعني بشدة مع المرأة، بشدة مع المبتدئين، بشدة مع كل حالات اللي عنده سرطان، اللي عنده فتحة بالقلب، اللي عنده ديسك، اللي عنده اسكريوسيس انحراف عمود فقري. هذا مهم جدا. نص اللي يتدربون إصاباتهم ما يكون عادل، يكون عنده انحراف والمدرب ما يعرف. والواعيبنا لهم الله يقول لك مصاب يقول له أخذ. مثل ما قلنا احنا واحد ما أنت توجعه هسا احنا وصلنا يقول له أخذ باب النج. لك عمي فحوصات رياضة كذا. واحد راسه يوجع يقول له أخذ بطنج اخلط. لا نرجع للزمن الحجري. فلذلك بالأولد سكول ما بيها زمن حجري، أولد سكول أساس، وإن شاء الله نكون إحنا وياكم الأساس. وشكراً.